بطني عورني من الأكل. لا تبي أسوي لك شاي أخضر؟ إي والله يا ريت. أنت وين كنت فيه ها؟ أنا؟ أنا كنت برا. لا صدق ما أدري إنك كنت برا، حسبالي بالمطبخ. أدري برا، أنت شلون تطلع بدون شوري؟ نور الله يا داتي شويج، أنا كنت برا ويا الشباب ربعي لصميان، كنا نلعب ونسولف. لا والله؟ والله. وانت من متى تطلع وما تقول لي؟ من متى تطلع وما تدق علي؟ نور شويج الله يا داتي، ترى أنا الريال وبعدين كائنتي السافرين وتروحين وتردين عادي ما تقولين لا، وخليتيني أتذب على ماما بعد. أشوف هذا حكي جديد. زين بسوي نفسي ما سمعت وبعديها لك، بس لأول وآخر مرة هذا أنا قلت لك، إن طلعت مرة ثانية بدون شوري لا تشوف شيء عمرك ما شفته. وأنا بعد أقول لك، أنا هالمرة راح أطوفها بعد لك وراح أقول لك إن شاء الله. بس ها ثاني مرة إن عدتيها هم راح أقول إن شاء الله. يلا قدامي داخل إن شاء الله. يلا لا تهدديني. استغفر الله يا ربي. الله أكبر عليك يا وحيدة، الله أكبر عليك يا وحيدة. هي ما صوتك لا تسمعك الحين خالتي تنزل. خل تسمع بقى فيها خالتك، أصلاً أنا عقلي بيطير من اللي سمعته أصلاً. لحظة خالتي، خل نفهم الحين، أنت متأكدة أن المرة مفتحة مو عمية؟ يعني يمكن المرة حافظة توقيعها ووقعت على الورقة. براكش فيك، أنا متأكدة. إنزين خل توقيعها على صوب الحين، لما شافت اسمي على الختم نادتني فيه. لا مستحيل إحنا نوصل لهالدرجة. معقولة أنا اللي قاعد أسمعه؟ أنا ماني قادر أصدق، شو اللي قاعد يصير؟ لا وصل وراح يوصل أسوأ من كذي. الحمد لله اللي الله بلغني وخلاني أشوف ويوكم بهالملامح. صدقتوني الحين؟ اقتنعتوا بالكلام اللي أنا قلته؟ الخلاف اللي بيني وبينها ما كان شخصي. أنا مو صدقة، معقولة في أحد كذي فاول العمرة بالعمى؟ عشان الكلام اللي قلت لكم إياه قبل يومين، علشان تنفذ تهديداتها اللي سمعتها بذوني. صدقتوا الحين؟ بشار لحظة خلنا نتفاهم، تكفى. اسمعني خلنا نتفاهم. أميرة وخر عني ترى واصل عندي هني. زين وين بتروح؟ فهمني وين؟ وين بروح؟ بروح أحل مشكلتي وياهم، حتحرطي فيه بكلهم. لا حتحرطي فيه. لا ما في، طلع من البيت ما راح تطلع. عاتيت ما ألعب وياك، أنا وخر منك. لا بشار ما راح تطلع. تذكر لما كنت تزعل منك شنو كنت تسوي؟ شلون بتخليني وتروح؟ يلا بشار لا بشار. لا قاعدة صار لي مدة، شو بغيت؟ شجن شفيك متضايقة، يلا يبا قومي خلصي شغلك هالكسل هذا. وانت ليش شايل هم طلعتي؟ أنا منسخة شغلي وراح أخلصها أون تايم، أنت خلك بالحلاق والمصبغة مالتك. الله أنت شفيك الحين وش البرود هذا اللي قاعد تكلمين فيه؟ مو هذا اليوم اللي لجيتيني على ما نوصل له؟ لجتك؟ لا حبيبي تدري شلون؟ روح طق فوق تحت وكنسل موعدك مع الحلاق ورد البيت وكمل نومتك. عندك يا بدر. لحظة شجن، ألو شفيتش؟ ايش قالت؟ ما ادري، وايد مصدق عمره، يعني فوق اللي صار بيننا امس داق علي علشان يقولي انت ايش فيك؟ شو البرود اللي فيك؟ ليش كذي نفسيه؟ مو هذا هو اليوم اللي انت علاجتنا فيه؟ بصراحه ما غلط، موقفك وبوزك هذا وايد يوم متاخر. اليوم خطبتك تروحين تهاوشين معاه عشان وضع اخوه ومرته؟ الموضوع وايد اكبر من مشكله اخوه مع مرته. السالفة هني ضعف شخصيته وتربية كلها غلط. يا سلام، شنو أفهم من كلامك؟ Honestly I don't know. أنا كل ما أقرب منهم أشوف أشياء ولا عمري تمنيت إني أشوفها. شجن اصحي وفكري عدل قبل لا يصير الشيء رسمي. مو هذا بدر اللي كنتي ميتة تبي تعرفين تفاصيل حياته وطقيتي كلامنا كلنا بالطوفة؟ ريم أنا ما قلت إن بدر مو زين، بس وجود عمتها السوسة وأخوه بحياتنا موترني وايد. I'm so stressed. عيل خلاص لا تنسين أن وضع عمتها هو ما له ذنب فيه، المذنب الوحيد انتي بهالموضوع، وبعدين طوفي له بي يوم يمكن يطوف لك.
أدري. I don't know. أنتم من متى هني؟ الله يابك، سمعي، جهزي أغراضك وأغراض اليهال وتكونون جاهزين قبل الظهر، فاهمة ولا لا؟ لازم نطلع من هني. ليش؟ ليش؟ من غير ما تسأليني ليش؟ فهميني عاد، ما أقدر أقول لك ولا شيء إلا لما نركب السيارة، راح أجاوبك على كل أسئلتك. آسفة، ما راح أتحرك من هني ولا راح أسوي شيء إلا لما أفهم بالأول. مو أكيد حضرتك ما قررت تسفرنا. فهميني، أقول لك ما أقدر أقول لك شيء بهالمكان. فهمة يا عاد؟ خلّك إيزي وصوتك هني بالبيت أنا ما أبي أسمعه. تاكلين تشربين تمشينش بالطوف وما تدخلين بأي شيء. أنا أقول احشم نفسك واحشم المكان اللي أنت فيه جليل الحياة، وإذا ما عرفت التربية شلون صايرة أنا أعلمك. عاد الشر علامك صراخك شايل البيت والصباح الله خير. الله يابك، روح نادي هذا اللي اسمه فجر لا كسر البيت كله على راسكم. اهدى اهدى وتعال نطلع برا، نتفاهم أنا وياك بالصريعين. تعال. ما راح اتحرك من مكان وبطق بسمار هني لما تجيبون لي اللي اسمه فجر وتفاهم معاها. انت خبل ولا مجنون؟ علامك انت عبالك ويا ربعك بالشارع؟ شغل الشوارعيه هذه تسويها برا مو هني عندي بالبيت. البيت فيه ريال، الحريم مالك شغل فيهم. لا لا شلون؟ مو هو ما يطلع حسه قدام الرياييل يعرف بس يصارخ على الحريم. اسرار انت مالك شغل وصعدي دارك، لا تتدخلين. انا بفهم تشعل عيني القويه، شابك هني؟ ماشي، أنا ما راح أرد عليك، راح أخليه هو يرد عليك. ناد لي فجر تعالي برا. تخسي، تخسي تشوفه ولا تقعد معاها، أقطعك بسناني. أسرار، قلت لك لا تتدخلين بهالمواضيع وصعدي دارك. أنا أعرف شلون أتفاهم وياه. من المفروض تكونين هالوقت في الدوام؟ اي يمه، بس مو قادره اداوم عقب اللي صار امس. انا ما قدرت انام يوم عشان اداوم. وانتي صادقه، انا بعد مالي خلق انام. ما تقطع منه يمه. انا ظلمتك، انا وايد اسفه. يعني انا توقعت انك تبالغين بس عشان تقربين براك مني، ما توقعت إن الموضوع بهالخطورة. الكلام اللي قاعدة تقولينه الحين مو مهم، المهم إن نلاقي حل مع بعض. يما إيد واحدة ما تصفق، لازم تساعديني ونخلي عيال خالتك يعرفون الصج، يعرفون الصح من الغلط، ويعرفون إن وحيدة هي السبب في كل اللي قاعد يصير لهم. أهم شيء الحين إن خالتي ما تحس بولا شيء. عدل، عشان كذي أقول لك يلا قومي خلني قاعد تحت ناطرتك. براك لا تاخذني على قد عقلي، تكفى هذه سيارة من شو مو موجودة. أقول أنت شويك اهدى، ايش فيك كأنك ياهل اكبر لو مره واحده؟ تعال اركب وياي السياره، خنروح مكان بعيد عن الناس والجيران. اركب. براك ما راح تحرك خطوه من هني لما تطلع واكلمها قدام عيني كذي اشوفها واتفاهم معاها. بعدين ما همون الناس يا اخي، البيت هذا مو بيتي. ايش قاعد تخربط بالحكي؟ استحلى وجهك تكلم عدل. اصلا انا قاعد ادورك دواره، امشي وياي ابيك بموضوع. امشي. براك انا مالي خلق مواضيع، خلاص انتم مو اخواني يا اخي، بعتوني انتم، اخترتوا قعدتكم بالبيت وبعتوني انا، خلاص انا ما ابي شيء منكم، بسوي نفس شخصيتي، بغسل يدي من كل شيء، خلاص مخترت تقعدون هني، انا بشوف حياتي بعد. تدري شلون؟ الشرها عليك، الشرها علي انا، اللي هاد مشاكلي ولاهي فيكم وحاتيكم، بس تدري؟ اقعد هني واشوفني بطل لك الباب. تعال براك، براك. صدقين ليالي زين سويتي يما طلعتي لنا شوي، بس المكان يهبل ينن وايد حلو. عفوا عليك حبيبتي، انا اهم شيء عندي ان انا اشوفكم فرحانين ومستانسين كذي،
يعني ما مليتوا من حكرة البيت؟ اي والله تبين الصج ملينا، بس شوفي المرة هذه أنا وافقتك وطلعت الطلعة هذه، بس المرة الجاية يا حبيبتي أبي سفرة. سعاد ايش فيك كذي ساكتة وما تاكلي؟ مالي نفسي سوسن، لمو ملزمة علي ليالي كان أنا ما طلعت ولا تحركت من مكاني. زين وبعدين؟ ولو متى يعني؟ مني لي من ربك يحلها ويردون عيالي بحضني. بيردون إن شاء الله، بيردون بإذن الواحد الأحد، بس واللي عافيك مو يردون وانتي البوت كذي مكشرة، ليش فيك؟ عدل كلام أمي، يعني عيالك لو شافوك بهالحالة يعني بهالحزن والكسرة اللي انتي فيها راح يصدقون ان انتي تعمدتي تضرينهم بروحتك، والحين يعني راجعة تكفرين عن هالغلط. وليش؟ ما شافوني ممددة بالمستشفى؟ وللحين أنا ما شفت واحد فيهم. من قال هالحكي؟ بالعكس، براك كل يوم عندنا وبدر كل يوم يدق ويتطمن عليك. كفاية كذب ولف ودوران يا سوسن، أنا ماني ياهل عشان يدقون عليكم ويسألون عني. ترى فاهمة حركاتكم ونظرات عيونكم حق بعض. سوسن ترى احنا خوات، مهما ابتعدنا عن بعض أفهمك من نظرات عيونك قبل لا ينطق لسانك. سعاد سعاد تعالي، وين رايحة؟ اطلبي الفاتورة بسرعة وحاسبة قبل لا ننفضح. يلا ولحقيني. شان شوز مي تشيك بليز. لا بالله هذيلا ينو استخفى واحد ورا الثاني. انت من صجت تحطين جنطتك وين تروحين؟ انا لا راح احط جنطتي ولا راح اروح اي مكان. أنا ما أقدر أخلي أختي وأخليكم. إذا أنت ما تقولي لي أهش قالك صار بينكم؟ ولا صار شيء ولا تكلمنا، والوضع مثل ما هو، ماكو أي شيء جديد. يعني أنت متأكدة إنه ما صار شيء؟ مو معقولة، يمكن سمع شيء صار شيء. سمع شنو خالتي؟ بعد ما تدري، مو هو الأيام 24 ساعة مداوم بيت خالته سوسن السوسة، أكيد قالت له شيء.